الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معانا العيله اللي فيها مكفيها. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتونا جدا جدا على جدا. فكره وحشتونا جدا جدا جدا، بس احنا غصب عننا وعندنا النت يا جماعه في عطل، في عطل والله في النت وبتاع، فغصب عننا مش عارفين ننزل اي حاجه. واحنا مش ناسيين عيد ميلادك يا اميره، مش ناسيين اي حد. صراحه وشك حلو جدا، ماما عامله لنا بطاطا بشاميل. بصوا يا جدعان، بطاطا بشاميل دي اللي عايز الوصفه بتاعتها ينزل في الكومنت يا جماعه، احنا نقول لكم المواصفات بتاعتها واحنا هنعملها والله. ويلا نحيي عيد ميلاد اميره. سنة حلوه يا جميل، سنة حلوه يا جميل، سنة حلوه يا اميره، سنة حلوه يا جميل، كل سنه وانت طيب. اه مين هي المفروض في الاول كنت قلت ان احنا قلنا قلتها ايه هي؟ ليه بتاع حبيبات بس زي تو يو، حبيبات زي تو يو، حبيبات زيتو يا ميرا، حبيبات زيتو يو، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا أميرة، سنة حلوة يا جميل. يلا حالا بالا بالا هيا أبو الفصل، هيدو عيد ميلاد الليلة أسعد العيال مريح يا أبو الفصل. انتوا وشك زي العسل، وحشتونا قوي. بص البطاطا واحنا والله مش عارفين ماما اللي عامله البطاطا دي يا جدعان. يا جماعه سلام مشي على كله عشان الدروس والنوازي والكلام ده كله، واحنا لسه يا جماعه عند بيت ابويا، لكن سلام مشي عشان هي بس بتودي عيالها النوازي والدروس وكده، فعندها وهي برضه يا جماعه بتحييكم ربنا عليكم، ربنا معاها قوي قوي. سلام قوي 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 سلسوله. اه والله يلا يا جماعه نشوفكم على خير والله.